يا هلا بكل متابعينا الاعزاء على قناتنا احكي لك اليوم حكايتنا هي حكايه جديده فصل من فصول الصراع الفلسطيني العربي والاتفاقيات اللي ما تنفذت وتم التوقيع عليها ومن بين هاي الاتفاقيات اتفاقية أوسلو واللي كانت قصة عم تبلش من بداية التسعينات لما بلشت تتغير الموازين في القوى الإقليمية الدولية وخصوصا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 وانهيار جدار برلين وحدوث انقسام في الموقف العربي بعد احتلال العراق للكويت وتأييد منظمة التحرير الفلسطينية لهذا غزو حيث تم فرض حصار مالي على منظمه التحرير الفلسطينيه وفقدت بعد التضامن العربي حيث انعكست كل المتغيرات الاقليميه والدوليه على القضيه الفلسطينيه واجبرت منظمه التحرير الفلسطينيه على الجلوس على المفاوضات واللي بنص الاتفاق على انهاء عقود من النزاع والصراع بين الطرفين والاعتراف بالحقوق المشروعه والسياسيه للطرفين وضم عده بنود تتعلق بهيكليه السلطه الفلسطينيه واقامه سلطه حكم ذاتي انتقاليه فلسطينيه وغيرها من البنود تم التوقيع على الاتفاقيه في 13 سبتمبر من عام 1993 ووقع على الاتفاقيه من الجانب الاسرائيلي اسحاق رابين وايضا من جانب منظمه التحرير الفلسطينيه الراحل ياسر عرفات وايضا كان وزير خارجيه روسيا الاتحاديه اندريه كوزيريف من احد الموقعين على الشهود اضافه الى وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه وارين كروستوفر بمراقبه الرئيس الامريكي بيلي كلينتون اللي حضر مراسم التوقيع وبتنص اتفاقيه اعلان المبادئ لهذه المعاهدة على الانسحاب الاسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين المرحلة الاولى بتبلش ب13 اكتوبر من عام 1993 واللي بتنتهي بعد ستة اشهر وبتجري فيها مفاوضات تفصيلية على محورين الانسحاب الاسرائيلي من غزة واريحة وبنتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين وبيجري انتقال للسلطة من الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين بتتم تسميتهم لحين اجراء انتخابات المجلس الفلسطيني وبالنسبة للامن الداخلي فبتولى الامن سلطة فلسطينية بتتشكل من قوة فلسطينية من فلسطيني الداخل والخارج اضافة لتشكيل وفد امني مشترك بين الطرفين وبتشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي طريقة مشتركة مع الجانب الاسرائيلي وبحق للجانب الفلسطيني تلقي دعم خارجي منفصل وما بمانع الاتفاق وجود قوة دولية للإشراف المؤقت على المناطق اللي انسحبت منها القوات الإسرائيلية وبعد التوقيع على الاتفاقية فيما سبق تنسحب إسرائيل تدريجيا على مدة أربعة أشهر واللي تنتهي في 13 نيسان من عام 1994 المحور الثاني بتنص الاتفاقية على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب بيمارس صلاحياته بمارس صلاحياته لمدة خمس سنوات فترة انتقالية وبتنص الوثيقة بأنه هذا المجلس له الولاية والصلاحية على كل من الضفة وغزة في مجالات متعددة من الصحة والتربية والسياحة والضرائب المباشرة فضلا على الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة مع عدا القضايا المتروكة للحل النهائي مثل القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية وبخصوص انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني نص وثيقة إعلان المبادئ أنه بتكون الانتخابات تحت إشراف دولي بتفق عليه الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تمها العملية في موعد أقصى تسعة أشهر بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ونص الوثيقة انه المجلس الفلسطيني بعد تسلم صلاحياته بشكل بعض المؤسسات الخدمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية وميناء غزة وبنك تنمية فلسطيني ومجلس تصدير اضافة الى سلطة بيئية فلسطينية المرحلة الثانية من الاتفاقية بتبلش بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة واريحة وبتستمر لخمسة سنوات بتجري خلالها انتخابات حرة فلسطينية لاختيار اعضاء المجلس الفلسطيني اللي راح يشرف على السلطة الفلسطينية بعد ذلك بتكون الشرطه الفلسطينيه هي المسؤوله عن المناطق اللي راح تخرج منها القوات الاسرائيليه وخاصه المناطق الماهوله بالسكان. كما بتنص الاتفاقيه على تشكيل لجنه فلسطينيه اسرائيليه لفض الخلافات والنزاعات ولجنه اخرى للتحكيم لما بتفشل اللجنه الاولى في فض النزاعات او الخلافات. اما مفاوضات الوضع النهائي فبتنص الوثيقه انه راح تكون بعد انتهاء المرحله الاولى بما لا يزيد عن ثلاثه سنوات واللي بتهدف مثل ما قلنا الى حل القضايا العالقه مثل القدس والمستوطنات واللاجئين والترتيبات الامنيه وهيك بتكون أسست السلطة الوطنية الفلسطينية على 22% من أرض فلسطين بمقتضى اتفاق أوسلو ليكون كيان مؤقت لإدارة الحكم الذاتي للفلسطينيين القاطنين في غزة والضفة الغربية، وأيضا توصل الجانبين لاتفاقيات تفصيلية أخرى مكملة لاتفاق أوسلو مثل اتفاق باريس الاقتصادي اللي حدث عام 1994 واللي حدد العلاقات الاقتصادية والمالية بين الجانبين واتفاق القاهرة التمهيدي لنقل الصلاحيات الى السلطة المدنية في الضفة الغربية اللي حدث في اب عام 1994 وايضا جرت مباحثات بين الطرفين في طابة في مصر ووقعت على اثرة اتفاقية طابة عام 1995 28 سبتمبر واللي اشتهرت ايضا باتفاق اوسلو 2 لكونه احد ملحقات التفصيليه المهمه على الرغم من ان طرفي هذه الاتفاقيه هن اسرائيل والسلطه الفلسطينيه بس وقع على هالاتفاقيه كل من الولايات المتحده وروسيا والاتحاد الاوروبي والنرويج ومصر واللي تكونت الاتفاقيه من مجموعه من الفصول اهمها تنظيم انتخابات فلسطينيه لاختيار 82 ممثل عن المجلس التشريعي الفلسطيني ومنح فلسطيني القدس حق المشاركة في هذه الانتخابات وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية على مرحلتين في 6 مدن عربية و400 قرية في بداية عام 1996 ووضع ترتيبات خاصة لمدينة الخليل لاحتواء على 400 يهودي، وقسمت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق مع احتفاظ إسرائيل بالحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات والأمن الشامل للمستوطنين، وقسمت أراضي الضفة الغربية إلى مناطق واللي هي المنطقة أ واللي بتخضع أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية، والمنطقة ب بتخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً لإسرائيل، والمنطقة ج بتخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الإسرائيلية والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين واللي كان عددهم بهداك الوقت 6000 معتقل فلسطيني على ثلاث مراحل بس بالأخير إسرائيل ما التزمت ببنود هذه المعاهدة أو الاتفاقية واللي كانت بتأمل السلطة الفلسطينية تكوين دولة فلسطينية حيث عادت إسرائيل بعد 8 سنوات من احتلال المناطق اللي كانت بتخضع للسلطة الفلسطينية وأيضا تم اغتيال إسحاق رابين اللي وقع على هاي الاتفاقية إذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتابعوا حلقاتنا السابقة وانتظروا حلقاتنا القادمة إلى اللقاء مع حكاية جديدة